هل تريد بناء رجل ثلج لن يذوب ويظل معك مهما كان الطقس؟ ولن تضطر أيضا لانتظار تساقط الثلج لبنائه؟ تشعر بالفضول أليس كذلك؟ حسنا، سنرشدك في هذا الفيديو لكيفية تنفيذ هذا المشروع المرح خطوة بخطوة. أولا ينبغي أن تجهز بعض الأشياء. أمسك قلما وورقة لأنني سأسرد الآن قائمة بكل المواد التي ستحتاجها. صلصال ورقي وألوان أكريليك وورق ألمنيوم وبعض الأسلاك وخلة أسنان وصمغ وبعض الفرش للتلوين وإضافة قوام لمجسمك. قد تندهش عندما تعرف أننا لن نستخدم الصلصال الورقي لصنع أجزاء جسم رجل الثلج الصغير، بل سنبدأ أولا باستخدام ورق الألمنيوم. ثق بي، هذا سيسهل عليك الأمور كثيرا حتى وإن لم تكن نحاتا محترفا، ولا تنسى أنه أرخص أيضا. كل ما عليك فعله هو تشكيل الأجزاء عن طريق طي ورق الألمنيوم قبل تغليفها بالصلصال الورقي كخطوة ثانية. والآن كما يمكنك تخمين الأمر، الكرة الأصغر تمثل رأس رجل الثلج، وهي الجزء الذي سيحتاج إلى الكثير من العمل. أنت تريده أن يظهر بأفضل صورة بلا شك. أول ما ستفعله بهذا الجزء هو نحت فتحتين صغيرتين للعينين. تشكيل الفم أبسط، باستخدام أدوات التشكيل سترسم خطا فقط، ثم حاول تقليدي لإضافة بعض التفاصيل والعمق، ثم ألصق كرتين صغيرتين من الصلصال في هاتين الفتحتين. هكذا سيبدو وجه رجل الثلج أكثر واقعية مقارنة بالاقتصار على تلوين العينين. ولا تنسى أن العين نافذة على الروح، ولا يمكنك الإنكار، يذكرك هذا بأفلام المخرج تيم بيرتون أليس كذلك؟ ولا تنسى جزرة الأنف، لكننا لن نستخدم جزرة حقيقية هنا. جمعت كل الأجزاء معا تقريبا. يمكنك منح لمسة جمالية لرجل الثلج بإضافة بعض الملحقات بعد تشكيل يديه. والآن حان وقت تلوين هذا المجسم الجميل، لكن تذكر أن عليك التحلي بالدقة والصبر. ممتاز، لقد انتهيت. مرحبا يا رجل الثلج. أتدري فيما أفكر؟ الآن وقد عرفت كيف تصنع هذا المجسم، يمكنك إضافة لمستك الخاصة على التصميم، أو حتى تصميم مجسمات لشخصياتك المفضلة. ومن يدري، ربما يمكنك إنتاج فيلم رسوم متحركة بها. حظا موفقا، لا نطيق انتظار مشاهدتك تمشي على السجادة الحمراء وتستلم جائزة أفضل فيلم.